صباح الخير، شلونكم؟ وياكم فقرة اقرأ معي مع فادية صائب قناة ون نيوز ببرنامج صباح الخير. اليوم اخترت لكم رواية. هذه رواية تحكي عن فتاة مرت بظروف معينة، عفا حبيبها مثل كل بنية تمر بهيش ظروف، ولكن شنو صار؟ خلينا نشوف شنو صار. ظنت ان العالم يتمحور حولها وان نهايتها برحيل من كانت تحب، لكنها لم تكن تتصور إنها على وشك الخوف في تجربة تحبس الأنفاس. عندما ترسل للعمل في شمال العراق، اعتقدت أنها الطريقة الأفضل للانعزال عن العالم، لتجلس وتبكي على إطلال الماضي. ستخوض مغامرة تغير من رؤيتها للعالم بأكمله. كذلك أنت عند قراءتك للرواية لن تصبح العالم نفسه كما تعتقد. يعني شنو؟ يعني هاي البنية هي كانت تدرس بكلية معينة، وفجأة قالوا لها لازم تروحين تطبقين في شمال العراق بمكان نائي ما حد موجود به غير مستشفى واحدة، والمستشفى هي خاصة بالأمراض العقلية. فأول شيء هي ما تريد تروح، وشافتها فكرة مناسبة بعدين، لأن هي كانت تعاني من فقد حبيبها. راحت لهذا المكان وهي كانت تقرأ فت كتاب لكاتب من الكتاب اللي هي كلش تحبهم، وفجأة تكتشف انه هي بمكان ما تعرفه، ويسلموها حالة من الحالات المرضية ولازم تعالجها، ولكن هذه الحالة جدا يائسة. حاولوا هواية ناس انه يعالجوها ولكن ما تعالجت. برأيكم لح تحاول تعالجها او لح تعرف شنو اسم المرض النفسي اللي يعاني هذا الشخص؟ بس الاهم، من هو هذا الشخص اللي راحت حتى تعالجه؟ راح تكتشفون هالشي بأحداث الرواية. الرواية ممتعة جدا، وأيضا بها معلومات مفيدة للي يحبون يعرفون معلومات خاصة بعلم النفس أو بالأمراض العقلية أو بالأمراض النفسية. فهذا الكتاب جدا مميز، أنصحكم بقراءته، وبعد ما تنتهون من قراءته راسلوني وبلغوني رأيكم به، لأن جدا مميز. وصلنا لنهاية حلقتنا، مع السلامة.